السلام عليكم. هؤلاء الفنانين لن يشاركوا في مسلسل باب الحارة. بعد الآن تعرف على أبرز شخصيات باب الحارة والذين كان لهم دور كبير بنجاح المسلسل في أجزائه الأولى ونيله هذه الشهرة الواسعة. الفنان مأمون الفرخ أبو سمير الحمصاني توفي بعمر 62 عاما. الفنان سليم كلاس أبو خاطر توفي بعمر 77 عاما. حسن دكاك أبو بشير توفي بعمر 55 عاما. عصام عبجي أبو إبراهيم توفي بعمر 73 عاما. محمد رافع إبراهيم توفي بعمر 30 عاما. صبحي الرفاعي أبو مرعي توفي بعمر 67 عاما، وهو والد العقيد معتز وائل شرف الحقيقي. عبد الرحمن آل رشي زعيم الحارة توفي بعمر 80 عاما. أدهم الملا أبو محمود توفي بعمر 82 عاما، وهو والد مخرج باب الحارة بسام الملا. ياسين أرناؤوط أبو نصوح توفي بعمر 71 عاما. وفيق الزعيم أبو حاتم توفي بعمر 54 عاما. وفي النهاية أرجو الدعاء والرحمة لهؤلاء الفنانين الذين أحببناهم وأمتعونا بأعمالهم التي كبرنا ونحن نشاهدها حتى الآن.